بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الثانوي، خلاص يوم إن شاء الله 5/2 يوم السبت هتبدأ مجموعة السبت مع طلاب الأونلاين إن شاء الله، داخلين على امتحان تجربة على نص المنهج. الامتحان هدفه مش إن أنا أوترك أو أضايقك أو تزعل من درجتك، الهدف إن أنت بتعمل براكتس إزاي أنت سيادتك تتدرب على الامتحان وتعيش تحت ضغط 6 يونتس. خلاص إحنا المفروض بعد كده إن شاء الله داخلين على 12 يونتس، يبقى أنت داخل تمتحن عربي بتريح يوم تخش الانجليزي. انت بقى هتعرف تقفل كل الافكار دي ازاي؟ فانت المفروض النهارده بنتكلم على نص منهج، واحنا امتحاننا ذو سمات خاصه، المفروض احنا نجيب اخر السنه 16 تشويس، انا اعمل لك 40 تشويس عشان تتدرب اكتر، ومنهم 15 موجودين على اليوتيوب، خمس امتحانات الورك بوك بتوع الترم الاولاني، اعمل لك موديل انسر ومنزل لك منهم 15 جمله هديه من المستر بحيث مكافأة للطالب اللي اجتهد وذاكر مادة علمية تقيلة بتاعت الورك بوك. خلي بالك هتلاقي ان شاء الله بإذن الله 15 جزء منهم هدية. عندك التراجم جايبها لك من المذكرة نفسها بحيث اعطيك كم ضخم من التراجم المفروض انت تذاكر، ده كلام رائع. يبقى انا المفروض اجيب لك 16 تشويز جايب لك 40 قطعتين من بره، وانت عارف نص الامتحان اخر السنة عبارة عن قطعتين كومبرهنشن. اما السؤال الاسي معاك الفيديو برضو على اليوتيوب، عامله هديه لكل طلابي اللي انت فعلا تجود الشغل بتاعك. بكده الامتحان ب50 درجه، نتمنى كله يعدي ال 40 درجه عشان انا اطمن وانت تطمن على نفسك اللي انت داخل على الترم الثاني على خير. بالنسبه للترم الثاني احنا دخلنا فيه من زمان، خلي بالك لانك انت واصل لبي بيرفكت 5. بي بيرفكت معناها حاجه سابقه المنهج، لان احنا منهجنا متاخر في نزوله، خلصنا احنا الترم الاولاني، خلصنا Great Expectations، فبناء عليه احنا دايما بنقدم لك الجرامر بحيث المنهج لما نزل لقينا كتير من اليونتس اللي نزل اوريدي احنا خدناها، يبقى احنا زي ما اتفقنا اخدنا مع بعض كمانها بداية اول اسبوع من شهر 4. كل سنة طيبة تكون في رمضان، بعدها على طول بنخشه في مراجعتنا اسمها Final Revision Practice وهي حل الامتحانات. السؤال بالنسبة للطلبة هو يا مستر اخر السنة اللي تشوفش ازاي؟ المفروض المواصفات تمشي مع الورك بوك. طب لو دخلنا في الورك بوك وحليناه هلاقي في تشويزز على الفوكاب، خلي بالك في تشويزز على الجرامر ده المعتاد، الجديد بقى في تشويزز والله في الورك بوك على الفوكاب بتاع جريت اكسبكتيشن. طبعا جريت اكسبكتيشنز لتشارلز ديكنز حبيبك احنا مخلصينها، فتحفظ كلماتها بطريقه روعه، بلس ان هو بيجيب اسئله اسي او ايميل جوه التشويزز نفسها. فعشان كده الطلبه استغربت ليه انا رجعت لهم السؤال المقالي ك تسميع وقرايه افكار للاسي. انا زمان كتير كانت الناس تنتقدني ليه مستر حسن حبيبنا بيكتبنا من اول يوم في السنه، يقول لك بيحفظك وبرجر. انا عمري ما حفظت باراجرافز على فكره ولا حفظت ترجمه، انا بقول للطالب اقرا المقاله مره والثانيه والثالثه واعمل دماغي، ما عندك باك جراوند. يعني انت لو طالب لغات مع احترامي وايت شاطر، لما اقول لك اكتب على البليوشن هكتب ازاي على البليوشن وانا مش عارف كلمه كربون دوكسايد، ثاني اكسيد الكربون، او ويست ماترز نفايات ذريه، او كلمه جرين هاوس افكت يا سيدي، او كلمه جلوبال وورمنج يا عمي. لا لا لا، انت لازم تفهم ان انا بعمل باك جراوند. اكتب ازاي على الارهاب تيرورزم وانا مش عارف كيلينج انيسنت بيبل، او كلمه كايوس يعني فوضى. لا، يبقى انت هنا بقى انا هدفي من افكاري ايه يا حبيبي الله يبارك لك؟ بتقرا ولا انت مع احترامي بتحفظ لا قران ولا انجيل؟ انت بتقرا وتعمل باك جراوند. ثانيا لما تنزل الورك بوك ربنا يستر علينا، انا بابا حبيبك مستر حسن اتمنى المقالي ما يرجعش. ليه يا مستر؟ لان انت جيل كورونا بقالكوا سنتين ما مسكتوش القلم، هيمسكوا القلم هتفضحونا في اللجان. فلما يقول لك اكتب لي 200 كلمه يعني عايز 25 سطر، انت عشان تعدي ممكن توصل ل 40 سطر، وداخل معاك طلبه من طلبات اللغات الجبابره، فلازم انت تلاقي نفسك من النهارده تبقى عندك حيطه شويه، ممكن المواصفات تنزلك على 1.5 زي السنه اللي فاتت. قعدنا نتعب ونشقى مع الطلبه في روايه اسمها بريزن اوف زيد، وفي الاخر للاسف ما جاش منها كلمه. فانا دلوقتي مع جيل احنا مش عارفين راسنا من رجلينا والله، فعشان كده احنا متوترين وقلقانين، والقلق ده ايجابي لان اللي بيقلق بيخاف واللي بيخاف بيذاكر. فانا كمدرس مدرس قلقان، انما انا مش قلقان مش عامل لك الشغل اللي ارهقك ده وتعبك، فانا خايف على مصلحتك بحيث اللي انت ربنا يكرمك وتقفل مادتك وتاخد الموضوع برجوله شويه، مش عايز رعونه. تمام، احنا ما خلاص يعني انا بتكلم مع ناس المفروض مع اي مدرس تبالك 5-6 شهور يعني ثانويه عامه عشان بس انت تحسبها لنا، خلاص كل سنه طيب انت 2 وبعدين 3 كده ثانويه عامه خلصت، المفروض 4 رمضان
هتعيد، 5 بتحل، 6 بتخش اللجان. مش عايزين بقى الحنيه اللي زياده على اللزوم قوي، اللي الناس قاعده بقى تدلع علينا في عيالنا لغايه ما سجدوهم ويصطادوهم بقى ب 12 حصه مراجعات و13 حصه والدنيا تبوظ. انا بقول لك الحقيقه، اتقي ربنا في نفسك يا حبيبي، وتلم نفسك وتذاكر وتجتهد وتخلصني من الماده دي على خير. شد حيلكم وباذن الله نلقاكم على امتحان تجربه مستوى عالمي ان شاء الله، وتقفلوا وتشد حيلكم وانتوا جدعان سواء بنات او صبيان، واتمنى لكم الخير كله. بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي حبيبي.